اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، معكم علي اسماعيل من محافظه القلوبيه وتغطيه جديده من خلال موقع المصري اليوم. النهارده معانا نيره اشرف جديد في محافظه القلوبيه، نيره اشرف اللي راح ضحيتها والدتها واخوها ضحيه عدم الرضاء بالاسم والنصيب. خطيبها ولع في الشقه وانهى حياه والدتها واخوها بكل جبروت. اسراء تعرضت لمأساه واسرتها تعرضت لمأساه منذ هذه اللحظات. هنعرف اسراء ونشوف ايه اللي حصل. اسماء، انا اسف، اسماء واللي حصل معاها. ازيك اسماء؟ تمام. قول لنا ايه اللي حصل لك. صحيت من يوم الساعه 2:30 بالليل فجر، لقيت النار ماسكه في باب. طب خليها بس في الاول من البدايه، انت كنت مخطوبه؟ فسخت. كنت مخطوبه لشغال ايه خطيبك؟ كان فاتح مشروع وفشل، كان فيه مشاكل فسخنا. كنت فسخت الخطوبة. الحمد لله وارتحنا. بعدها بشهر ونص بدأ يتعرض لي في مكان شغلي، يسألني انت مخطوبة ولا لأ، عايزين نرجع، اقول له لأ وفي اهل وخلاص الموضوع ده. تعرض لي مرة واثنين بالكلام، الثالثة بقى في شتيمة وقلة ادب، الرابعة بقى فيها تعدي وعملنا محضر، وبعد ما عملنا محضر اهله ضغطوا انه هيلموه وهددونا وخلاص الدنيا هتلم ومش عايزين مشاكل. هما قالت لي نلمها ونهدي الدنيا وبعيدك عن الناس دي وربنا ان شاء الله هيجيب لك حقك. رضينا ان احنا نهدي الموضوع ورحنا هناك اتنازلنا والمحضر، وكانت محضر بالضرب. بعد كده الدنيا بقى يعني كبرت اكتر. بعدها حاول يرجع تاني. جالي تاني مكان شغلي، استخبى لي في الدور الرابع والخامس. مره مسكوا البواب، ماما عرفت بقت تيجي معايا شغلي. ثالث مره جبناه من فوق، جري، ماما صوتت، عملنا محضر. المحضر عملناه واثبتناه في الاسم وما روحش الشغلي. بعديها راح يتعرض لنا في العماره اللي قصادنا، وكان واقف فوق العماره بالليل. الجيران شافوه جابوه، نزلوا بالشارع ضربوه. لموا الموضوع، قعدوا يقولوا خلاص مش هيتعرض لها تاني. قلت خلاص الدنيا بقى هتهدى. بعديها بفترة ده كل ده ما بنزلش في اي حته، ده انت كنت راضيه تماما خلاص بالنسبه لك، انت مصدقه ان اكتر ما واكتر من حد كلمه واكتر من وسيط كلمه عشان يقول له كفايه، البنت مش عايزاك، البنت مش عايزاك فعلا. لو الدنيا اتطبقت على الارض من طرفهم ومن طرفنا، وهي بقت تقول لي والدته انا مش قادره عليه، انا هجمع له ناس، انا هيقعدوا معاه حد واثنين وثلاثه. قلنا تمام خلاص، حلفوا بالله انه مش هيتعرض. بعد كده بعد الواقعة دي ما كنتش بنزل بقى لا اوبر اي حاجه توديني وتجيبني، ما اروحش الوقت خلاص. حياتك بقت مهدده. بالظبط، بقت والدتي خايفه عليا وترن عليا لو رحت اي مكان كل نص ساعه. بعد كده في مره من المرات شفته وانا راكبه على المحطه، لقيته مستخبي ورا المحطه وانا راكبه في لحظه الركوب. كلمت ماما، يا ماما حصل كذا كذا، قالت لي انا معاكي في التليفون ما تقفليش السكه. لحد ما رجعت تاني البيت رفعت سماعتها على والدته، قالت له ابنك بيعمل كذا كذا كذا، كان واقف ورا المحطه قدام بيتنا بيعمل ايه؟ قالت لها هي المحطه باسمك، وقفلت الشقه وقفلت السكه في وشها. وما اتحرقت دمها، كلمته ونقر الكلام ده. المره الثالثه راكبه بقى، ما بركبش قدام البيت عشان بخاف يكون موجود مستخبي، بركب من بعيد شويه. لحظه ركوبي في مره من المرات بعديها باسبوعين لقيته راكب ورايا على طول. نزلت اتخانقت صوتي عالي، اخويا كان راح يشتري فطار شافني من بعيد، جري عليه، طبعا هو متضايق منه جري عليه، ضربوا بعض في وسط الشارع. كان في عربيات واتوبيسات بتعدي، انا خفت على اخويا وبدور على اي حد ينجدني. الناس بتحاول تتلم بس ما كانوش عارفين يتلموا لان كانت الاتوبيسات بتجري، وانا كنت خايفه يتخبط في اي لحظه، اخويا اتخبط في اي لحظه. اول ما شفت عربيه بوليس جريت عليا، هو لمح عربيه البوليس جري. اول ما لمح العربيه جري. عملنا محضر، قالت لي روحي البيت بعد المحضر، وراحت لهم البيت. ادت اللي فيه الكلام واللي فيه النصيب في العماره كلها عليه وعلى عمايله، انه بيتعرض على بنته، وان ما تردوش على بناتكم، ما تردوش على بنات الناس، ايه اللي بتعملوه ده؟ امه بقت ترفع سماعتها، بنتها ادت التليفون لامي، قعدت تحاول تهدي امي تقول لها خلاص والله ما يتعرض لك، احنا اسفين، احنا 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 حقك علينا، خد الاجراءات القانونيه اللي انت عايزاها، من حقك تحمي بنتك. كل الكلام ده وقعدوا قعده كبيره، وقالت انا هجيب رجاله وهنحلفه على مصحف ونقعد عليه، وكل الكلام ده حصل. وحاولوا ناس من ناحيه ثانيه يهدونا عشان الدنيا تقف لحد كده.
ونقول لهم ان هو اللي بيتعرض هو اللي بيجي لحد منطقتنا هو اللي بيجي لحد عندي انا ما جلوش. غيرت رقم تليفوني. انت لو عايزه ترجعي له هترجعي له. آه ده رفضك انت يعني. رفضي خلاص. حاول غيرت رقم تليفوني سبت شغلي قعدت في البيت كان علينا ديون خلاص رضيت بالامر الواقع وقلت لحد ما الدنيا تستقر واحس ان ليا امان ان انا انزل الشارع. بعد الواقعة دي لقيته برفع سماعته على امي وبيقول لها وبيهددها اللي انت عملتيه انت جايه تزعقي فينا وتفضحيني وقصر عماره قالت له انت مش فرح الا على البنت انت مش قادر الا عليها انت مالك ومالها انت مالك ومالنا انت مالك ومالنا مالكش علاقه بيها انت تعرض لنا ليه لا بخلي بالك بقى من نفسك من عيالك كده انا وشي اول ما الكلام ده اتقال اصلا ضرب الواني اتخضيت قالت لي ما كفيش جدا ما هو بيهددها بيقولها بقى خلي بالك من نفسك ومن عيالك على اللي انت عملت ده انت كنت متوقعه ان ممكن يعمل حاجه متوقعه انه متهور والمفاجر في اي مشكله لكن لمرحله بقى اللي يحرق ست افراد ايه اللي حصل بقى يوم الواقعه بعد الكلام اللي قاله ده باسبوعين اخويا كان بيلعب لغايه الساعه 12 بالليل وانا كنت نايمه من بدري يعني رايحه شغل تاني يوم واخويا كان بيلعب طلع كلنا نمنع الساعه حوالي واحده يعني ما كانش في حد الساعه 2 كلنا نايمين قمنا على حريق باب الشقه والجزامه الغساله والثلاجه المحيط بتاع الباب كله مولع نبيت طفي وبقت ماما صوتها عالي صوتت في الشارع تلم الناس مش عارفين يطفوا الشباب بتاع عمارتنا والناحيه الثانيه بقى يطفوا الناس بقت ترمي بالجراتي الميه تزيد وتهيج المية كانت بتزيد وتهيج زيد الولع بتزيد كل ما يترش عليها مية كل ما يترش عليها مية الواقعة النار تزيد والتقرير معمل الجنائي طلع اللي فيه مادة مشتعلة مدهورة تمام ايه بقى نتيجة الحريق بقى ايه اللي حصل؟ انا طبعا بيتولع في نص ساعة كله انا كنت في الأوضة ما كانش ليا سبيل مش عارفة اتملك اعصابي ولا رجلي ما كانش ليا سبيل غير ان انط خلاص انا الباب بتاع الاوضه خامس نطيت من الخامس ما كانش ليا سبيل الباب كان ما انا هيموت محروقه يموت حتفى نفسي فالاسلم ليا ان انا اوقع نفسي الناس بقت تقول لي نطي النار مسكت في الباب مسكت في الكنبه داخل على السرير عندي فخلاص مش قدامي حل نطيت وقدم النط ده اللي كان في بلكونه تحتيه وقعت عليها قصرت لو ما كانش فيك بلكونه او وقعت وقعه غلط مباشر على الارض كان لا قدر الله ده اخويا وقع نفس الوقعه النار قربت منه معرفش يتصرف معرفش ينزل الاصغر معرفش يتصرف بس في البلكونه الثانيه النار خلاص دخلت عليه مش عارف يتصرف رجله اتلسعت ما قدرش اتقلب معرفش يقع على البلكونه وقع على الشارع مات وماما بقى يطلعوا عليها خراطيم ميه ان النار كل ما يجي عليها الميه تزيد النار كانت بتزيد كل ما يجي عليها ما عرفوش يطفوها رموا لها حاجات كتيره قوي والدتك كمان توفت يعني والدتك واخوك توفوا وانت نطيتي من خامس وبابا اتحرق ووالدك اتحرق والناس اللي فوق لحقوا اخواتي الثلاثه واحد ربى نص جسمه يعني شعلها بعض عشان يعرفوا يطلعوا طلعوا والدي كنا حاطين كوميدين واقف عليه طلعوا والدي وطلعوا اخويا وطلعوا اختي بعد كده الاوضه اللي كانوا فيها اصلا كلها ولعت بص يعني اصلا ما كانت داخله عليها يعني لولا اللي ليهم عمر كانوا ماتوا هم كمان يعني انت فقدتي والدتك واخوكي وانت اتكسرتي وابويا اتحرق والدك اتحرق واتكسر برضه واختي جالها مشكله في التنفس واخواتك التانيين كادوا ان يموتوا هم كمان جهازين بالكامل وجهازين الشقه كلها باللي فيها وجهازي كان كامل واختي كان جهازها موجود فيه كتير كله راح الشقه كلها اتصفت صفت بص يا ريت كان في قشايه الشقه ما كانش فيها خشبايه الشقه اشتغلوا فيها ناس كتير قوي عشان يعرفوا بس يرموا الرماد اللي كان فيها كان في عايز اقول لك ايه درجه الاسمنت واقعه في اسمنت كان واقعه اقول لك الحيطه اللي هو اسمه ايه المسلح اتشرخ واترمى بتاع العماره النار سقف العماره والنار دخلت على المطبخ مسكت في انابيب الغاز نفسه لو كان لمس النار ما كانش هيبقى فيه عماره اصلا احنا بص على المواسير اصلا كانت خلاص سايحه سمعت شفت الموت بعيد بطريقه فظيعه وشفت والدتك بتموت قدامك وشفت اخوك بيموت قدامك انت يعني انت يعني عايشه ازاي؟ يعني احساسك ايه بعد المأساة دي؟ اول فتره كان في صدمه
مش طبيعية. لينا كلنا كانت صدمة مش طبيعية، احنا مش عارفين نستوعب اللي حصل. وفجأة بقينا مفيش بيت ومفيش لبس مفيش اي حاجة، فلوسنا اتحرقت، حاجتنا اتحرقت، دنيتنا وامي راحت مني واخويا، كل حياتنا اتغيرت. الست اللي ما كانش ليا غيرها كله انتهى فجأة. بقى امسك اعصابك بقى وحاول تبقى ماسك نفسك عشان في بابا هو اللي باقي. بس النظام يعني ليه ده كله؟ واحد الجواز يعني الشيطان بقى، الشيطان بقى والتهيؤات واللي مش راضي على نصيبه، اللي عايز حاجه بالغصب غصب عن اراده ربنا، واللي ما بيخافش ان في يوم حساب بيعمل اكتر من كده، يقتل ناس يعني. هو كان جاي يقتل البيت كله، في بيولع في البيت، بيحرق باب شقه، بالكل اللي تحت الشقه، كان رايح يعني يموت كله، يموت كله، يموت عشان ما نفذناش غرض. هو اصلا ابيها ازيله، فازيه بقى الهيكم من على الدنيا، ومحدش يعرف ان انا عملتها. مين يعرف ان انا عملتها؟ هاجر كان فاكر ان هو مش هيتعرف. شيطان وهيئ له انه محدش هيعرف اي حاجه، الدنيا مش هباب، محدش، مفيش حاجه، مفيش ربنا. انا بقيت اقول يوميها يا رب يمكرون ويمكر الله والله خير وماكر، يا رب لو في مكر هات لي حق امي واخويا وحقنا، عشان اللي حصل ده لا ده 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 دماغ شيطان. ده حد مش عارف ان في يوم دين، مش عارف ان في قبر هقعد فيه عمري كله وزياده، مش عارف ان في يوم مقداره 50,000 سنة، مش عارف كل ده، ناسي كل ده، ناسي ان كل ده حرام. احنا استحملناه وجه علينا في الاخر بالغلط. احنا كان غلط ان احنا استحملناه وجه علينا كله بالغلط. استحملنا كسرته وقفنا جنبه وجه علينا بالغلط. كل اللي كان بيطلع منه شر، وانا كنت بحاول ان انا ابعد الشر ده عن اهلي وعني، خلاص اذاني ربنا هيجيب لي حقي، بس ما اذيناش اكتر من كده. هو ما كانش عايز يوقف، ما كانش شايف اي حد. اعوذ بالله. طلباتك ايه يا اسماء؟ قصاص وبس. القصاص الدم اللي راح. شفتيه النهارده؟ شفت. يعني كان احساسك ايه لما شفتيه؟ عايزه اروحه. انا راحتي ان اللي ماتوا، انا متاكده ان كل واحد وقف جنب ظالم هيدوق نفس النار، اللي لعب بالنار وبالدم هيدوق نفس النار والدم في نفسه، اللي يدافع عن حد هو عارف انه قادر ومتاكد انه قاتل وعارف ان هو عامل العمله دي. انا اهله كانوا جارين علينا بيسمعوا كلامنا بعد بيقول ايه للنيابه. 100,000 حد شهد ان البني ادم ده كان بيتعرض للمكان مره واثنين وثلاثه، مقفوش في عماره. عارفين ان امي ما كانش ليها اي اعداء في الدنيا، امي كانت مسالمه مع العدو، مع اللي يبقى كرهك وتبقى انت. امي كانت اي حد يضحك في وشها تسامحه خلاص، ما كانش ليها اعداء، كانت غلبانه، كانت بسيطه جدا، لدرجه ان بتضحك عليها في الناس دول، كانت بسيطه جدا غلبانه، هي عايز تفرح بنتها. فراحت شفتيها يوم الواقعه بعد ما انا اتكسرت في المستشفى، محدش قال لي الا بعديها بثلاث ايام. انا ما عرفتش ان امي، انا كنت راضيه ان حاجتي كلها تتحرق وان الشقه تتحرق وربنا يعوض، بس والدتك تعيش، لكن امي تبقى بخير هي واخويا. انا ما بقاش في ام وما بقاش في اخ، وعشان نتخطى الموضوع ده الموضوع كان صعب قوي. ما زال مقصر في نفسيتك؟ طبعا للعمر كله. موضوع مش سهل انك تقتل ام وطفل لسه ما شافش حاجه في الدنيا. بس اخوكي اللي توفى عنده كام سنه؟ 13. طفل لسه يعني، لسه مفيش اي حاجه، ما يعرفش اي حاجه لسه، ما كان عايز يعيش شاب زي التاني، ما هو شاب عايز يعيش حياته زيه. ليه يعمل كده؟ ما يرضاهاش على اهله، يرضاها ليه على الناس؟ ليه يرضوها على الناس؟ اعزائي المشاهدين، مشاهدي مصر اليوم، زي ما شفنا يعني قصه اسماء نيره اشرف جديده في محافظه القليوبيه، فسخت خطوبتها عشان مش عايزاه، خلاص ما حصلش نصيب، يعني تهديدات واذيه كتيره، لكن ما تصوروش ان هو ممكن يولع في الشقه وينهي حياه والدتها واخوها الصغير. اسماء نطت من الخامس عشان تلحق نفسها من النار، لكن امها ما قدرتش وكلتها النار، واخوها اللي نط من الخامس هو كمان نزل متوفي، طفل 13 سنه لا حول له ولا قوه. كل اللي يعني ذنبهم ان هم شخص مريض، مريض ده مرض، ده بني ادم يعني لا يستحق الاعدام اكتر من مره. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي المصري اليوم، كان معكم علي اسماعيل من محافظه القليوبيه.